كم مضى منذ رحيلك عن بغداد؟ أعوام، لا أذكر مقدارها. كنت أعرف دائما أنني سأعود يوما ما. لقد عاد للتو من الجرح. كنا في المتجر وليدا. قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. فطالما كنت أستمتع بهذا المكان. كنا نتسلل إلى بيت الحكمة في صغرنا أنا وصديقتي نهاد. ذكريات جميلة صارت كريهة الآن. قلبي يتألم لما حدث لهم. وها أنا ذا مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. إني أبعد نصري عن الأبرياء وليس عن تنظيم الخدمات.